لا يا عاد لا تخطي الرجال, هو وجهة نظره يعتبرها صحيح. لا عبد الوهاب لا تخطيني يا اخي, وجهة نظره صح. لا بقول لك تعجبني والله عادل, هذا الفنون الرجال. ازهلا علي يقول ويقصد يعني انه التنافس يخلق روح حس اللي والله ودي أتطور ودي أنجح وأصير أفضل من فلان. يا أخي المتنبي يقول إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم, فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. النجوم هنا المقصود فيها نجوم المجد, ونجوم المجد طال عمرك ممكن تحصلهم شعار, وممكن تحصلهم طال عمرك مقدمين, وممكن تحصلهم على ذلك فقس. وهو يقصد في إطار التنافس, أنا ليش كمثلا أندية تمام ليش ما أقارن بينها؟ لا بقارن بينها لأنها تخضع لكافة القوانين وكلهم نفس القوانين, مزاين بالمثلا شعار في مسابقة معينة. بالعكس أمر صحي جدا أني أقارن بينهم علشان كل واحد يحاول يبرز نفسه بطريقة أكبر. لكن والله يا أخي مثلا أقارن بين مثلا أحمد شوقي والمتنبي, لا المقارنة هنا ظالمة, لأن المتنبي عاش في زمن من الأزمان وذاك عاش في زمن من الأزمان. أنت تقارن اثنين هناك وانت في الساعة, ولا تقارن نفسك مع احد سواء كذا كذا ولا كذا. يلزم من المقارنه, اسمعي, يلزم من المقارنه انهم يكونوا في منافسه واحده علشان تصل انت الى كافه العدل. لكن اذا كان كل منهم يسبح في بحر ثاني تمام, مثلا عندك شاعري واحد يشارك في مسابقات وواحد ما يشارك تمام, ايوه, اعتقد ان المقارنه بين الاثنين عن طريق اقتباس اشعارهم وعن طريق طال عمرك سيرهم الذاتية فيه نسبة ظلم, لأنهم ما التحموا مع بعضهم البعض في مسابقة واحدة. فهمت قصدي؟ فهمت. المقارنة في مقارنة اللجنة اللي جالسين قدامكم الحين تسلم ويشبحون في قصيدكم يا اثنين, ايه أنا أقارنك وأنا في السعة, بس أنا ما هي بزين أني أقارن نفسي أنا مع أحد. صح. مثلا أقول أنا ليه ماني مثل فلان, أنا ليه ما صرت كذا, أنا ليه ما تعديته. لا تقارن, ادعس في خطك ولا تقارن نفسك. لا بس في روح المنافسة. المقارنة زين لو ما في مقارنة. طيب اسمع, المقارنة تختلف عن المنافسة. المنافسة ها نفسك في المجال اللي أنا وياك فيه. المقارنة أنك رجل عمالة مثل الحين وأنا فاتح لي مشاريع, أنا أقارن نفسي بك أنا ليش ما أسعى وأسوي مثل الرجال. أنا معجبتني الخطة اللي أنت مش عليها, أنا معجبتني الخطة اللي أنت مش عليها, أقارن نفسي بك. أنت رجال ما شاء الله عليك, كونت نفسك, نجحت نجاح باهر قوي, أنت رجل أعمال الحين, بستفيد منك, بستفيد أخي. أنا غير نفسي ليش ما أصل مثلك أصير رجل أعمال. بس في ناس الواحد شوف وترى النجاح له ولا بقى طوارئ, النجاح له عدة مزايا, مو هو بلازم إني أنجح مثل عادل واصل مرحلة لف العالي. تدري متى أنجح أنا؟ إذا شفتني أمشي خطوة خطوة, يعني ما أفكر في عادل إني خلاص أنا ما وصلت اللي وصله أنا ما نجحت. لا, نجاحي أنا يعتمد على اني اليوم طلعت خطوه, بكره طلعت خطوه, انا الحين قاعد انجح وقاعد امشي واستمر, سواء في تقديم اعلامي, سواء في مهرجانات ابل, سواء في لعب كوره. الانديه يغيرون بينهم بين في اللعيبه اللي هم يجيبون من الخارج عشان يشترونهم, ليه؟ علشان يفوز عليه, صح ولا لا؟ اي بس هذول مجال منافسه محصوره. يعني قال ابو زعيزه قبل شوي, انا الحين نفترض اني مثلا طول عمر سلامه ماشي بأموري بتجارتي مجالي, بقولك حاجة الإعلام وأنا مبسوط مستأنس وأشوف رزقي مقتنع فيه, ثم ناظر طول عمر السلام ولا رأينها العقارات ما شاء الله جنبي يميني مثال, إيه مثال يعني زين, ومثال وحقيقة يعني كلتها إيه حقيقة إيه هي عنده قروش الدنيا, افتحنا حلاق نفتح عقارات. فأنا الآن لو أشوف مثلا التجارة أنا بحتقر اللي عندي والنفس ضعيفة, لأن إذا قمت أنت تناظر أمور غيرك أنت راح تضعف. لكن لو دخلت انا وياه بنفس المجال ده احمر جال طال عمرك, ده احمر جال. انت عندك اراضي, عندك خمس حلاقين وعنده بس مبسط. انا ما عندي الا مغسله, اعرفك لك شخص. شوف انت عشان عقارات الدنيا لنا الله يضر السيل. شوف يا عادل بعلمك قبل يا ابو محمود كف الموضوع, مثل علي قصده ان ايش, ان المقارنه تخلق روح المنافسه. كيف منافسه؟ مثلا انا اقارن نفسي بمحمد الزيزي, مو بس اتقارن, انا معجبني الشيء اللي عنده واتمنى انه يصير عندي. بنافسه اي مو بنافسه بحاول اني اوصل للشيء اللي وصل له. ترى في بالذات في مجال الاعلام, بعيد عن الشيلات بعلمك, في مجال الاعلام بشكل عام انا مثلا احب شخصيتك حمد الزعزي, اذا تقبست الشخصي اذا تقبست شخصيتك بالملي انا اصير فاشل, بس يمكن اخذ منك حاجه تقويني هي عندي.
يمكن تاخذها انت فايت اي يمكن اخذها اي بس بس مساله اني حتى اقلدك حتى في شخصيه صح يا طيب سؤال ما هو شيء حلو قاعد تقدم شخصيه الان فعلا قلدت نفس شخصيتك والله والله يزودني الحمد الزين ولا اقطع وردك يا ابو هادي بالنسبه للمنافسه والمقارنه انا ارى في مجال الشيلات عموما يعني واللي انشهد محمد الزعيزعي ما ينافس لنفسه احترم شديد الله يرحم والديك جعل ابوك في الجنه الله وياك ان شاء الله وقت بتحطها في